جرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب شرح الحكم العطائية سيدنا الإمام الحبيب عبد علي بن عبد الله بن أحمد باراس، نفع الله به وبكم وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحفظ وصيته وتحكيم شريعته وحسن متابعته في جميع أخلاقه ومنورات أفعاله وباهرات أقواله على التمام إلا ما اختص به دون غيره. ولا تحكم رأيك على سنته، بل يكون هواك تبعا لما جاء به دون تعقل أو تأمل. وإجلاله ومحبته ومحبة أصحابه وأهل بيته وموادتهم وإجلال من قام بشريعته ومحبة الفقراء وإيثار الآخرة على الدنيا وإحياء مشاعر الدين والنصيحة لكل مسلم لكل كافة المسلمين، وعدم الغش وتبييت ما لا يرضى من القول والعمل، إلى غير ذلك مما لا يمكن حصره. ولو كانت الخلق كتابا والأشجار أقلاما والبحار مدادا من كرائم أحواله وعظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن تحفظه في جميع ما وصل إليك من أمره ونهيه بعد مماته كما في حياته، ليكون لك من الصحبة الخاصة حظ ونصيب. فمن حفظ ذلك أتى في يوم الجمع بعد طول الاشتياق إلى التلاقي بمزيتين: مزية الصحبة على الغيب، ومزية اشتياقه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وشوقاه إلى الإخوان ومؤمني آخر الزمان، فينال من الإكرام رتبة الحبيب القادم من الغيبة على أهل المكان. فيا لها من بشارة لمن صحبه صلى الله عليه وآله وسلم من أهل آخر الزمان. لذلك ضاعف له المثوبة وخفف عليه العقوبة، حيث قال: العامل منكم كخمسين منكم. قالوا: بل منهم. قال: بل منكم. وقال أيضا في التخفيف: من عمل بعشر ما أمر نجا فالحمد لله. وأما صحبة أولياء الله فهي الموصلة إلى الله، سيما من كملت فيه مظاهر السنة وتوفرت فيه مكارم الأخلاق واستنارت بصيرته وطابت سريرته ونشرت دعوته وظهرت محبته وانتشرت في القوابل معرفته وغمرت حاضريه بركته، وكان متجافا عن الدنيا عالما بكوامن الأهواء، فما أسرع تأثيره في القلوب وأكشفه لحقائق الغيوب وأوصله للمحب بالمحبوب. وما أعز من يوجد قائما قائما على طريق الاستقامة قدمه وراسخا في علوم الحقيقة ورسوم الطريقة، يعطي كل طالب وفق مزاج حقيقته، فهم الأطباء الذين طالعوا علم الأزل بنور من لم يزل، فينزلون كل من أتاهم منزلته ويقيمونه على حسب مقامه ويبلغونه فوق مرامه فصحبتهم دواء لأمراض الهواء نافع، ورؤيتهم ترياق لأدواء القلوب ناجع. فإذا تنفس منهم عارف في زمان فبشارة أهله بالأمان والمغفرة والرضوان. فصحبتك معهم بعدم الاعتراض عليهم صحبتك معهم بعد. بسم الله رضي الله عنكم. إلى أن قال: فصحبتك معهم بعدم الاعتراض عليهم باطنا وظاهرا، وقبول مشورتهم وتوكيرهم واحترامهم، وتخرج عن عقلك ونكلك وفعلك وقولك، وتكون فانيا عنك مبادرا لما يأمرون محاذرا عما ينهون، فما أقرب الفتوح إليك وأجذل المواهب لديك إذا كنت كذلك متسفا بما هنالك. وإذا لم تجد من هو على هذه الحالة ولم يدحر بكمالها، فلا تترك نفسك تتبطل وهي في هواها تتعلل، ولكن انظر إلى الإخوان من اتصف بوصف حسن فلا تستقله، فإنه ما أوتي وصفا مرضيا
إلا وهو عند الله مرضي، وإن لم يبلغ الكمال، ولم تظهر عليه علامات الوصال، ولم تلح عليه سمات الأولياء وعلامة الأبدال، فيكون لك على أمرك معينا وفي مهامك قرينا. والخطأ على الاثنين أبعد منه على الواحد، لكن تراعي فيه الدين والعقل والمروءة والزهد والأمانة وحفظ السر، وألا يكون أحمق ولا فاسقا ولا كذابا ولا جاهلا، ولو أن يتصف ببعض هؤلاء الأولات ويجتنب بعض هذه المذكورات، فما ترك البعض إلا لما عنده من الإيمان، ولا فعل البعض أي اتصف إلا لما عنده من الإيمان. وشرطه أن يترك المنهية عند تيسر فعله، ويتصف بالمعروف مع تيسر ضده، وإلا كان عاجزا لا تاركا ولا متصفا، فهذا حده. وأدب صحبتك معه إذا أشار بأمر لا ينقضه عليك العلم أن تمتثل مشورته، ففي المشورة بركة حيث كانت ممن كانت، والحرص على حفظه وإيثاره في الأسباب الدنيوية، وتنبه على المعائب بالتلطف، وترك مماراته ورعايته بعد موته في الدعاء له، في الدعاء له وبر أهل مودته، إلى غير ذلك من وجوه البر. وأما صحبة عامة الخلق فمع الجهال بالتعليم وترك الدخول في مداخلهم، وحفظ العين عن النظر إلى أفعالهم، وسون السمع عن سماع أراجيفهم، وعدم الحضور في محافلهم إلا ما كان خيرا، وتحرز عن الاجتماع بهم لغير ضرورة، والدعاء لهم بظهر الغيب، والاهتمام لمهامهم وستر مساويهم، وعدم التكبر عليهم وتذجر لما يجري من سوء أخلاقهم، وأن تنظرهم بعين الرحمة والشفقة. فهذا صحبة عامة الخلق، ولا نطيل في ذلك. فلو ذهبنا نتتبع طبقات الخلق لطال بنا وقصرنا شرح الكلام المصنف، وفي ذلك كفاية. وفي ذلك كفاية. الحمد لله الذي يوالي من والاه، ويكرم المقبلين بالصدق عليه بشريف المصافاة. لا إله إلا هو تعالى في علاه، أرسل إلينا عبده ومختاره ونبيه ومجتباه سيدنا محمد ابن عبد الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فطوبى لمن آمن به وتبلاه واقتدى به واتبع هداه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا العبد الذي جمعت فيه المحاسن والمحامد، وجعلته أكمل الخلق في كل الغيوب والمشاهد، وأصلي معه على آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان من كل ذاكر وشاكر وصابر وساجد راكع وساجد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الأماجد جامعي الخيور والمحامد، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الإمام ابن عطاء الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، فإن صحبة من كان كذلك توقعك في المهالك. فيجب أن تتنزه عن صحبة الأشرار والبطالين، وصحبتهم ولو بالفكر والاسترسال في شؤونهم وأحوالهم، وأنت بعيد الجسم عنهم، فابعد عنهم بظاهرك وباطنك، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وعلمك أن تراقب الإله الحق الذي هو معك حيثما كنت، وكونك وكان معك وكان وطورك في الأطوار وكان معك، وأوجدك على هذه الدار وهو حيثما كنت وأينما كنت معك، ثم يميتك ثم يبعثك ويحييك، فهو أولى بأن ترعى حرمة صحبته سبحانه وتعالى بمراقبته والأدب معه. وحدثنا بطرف من ذلك، ولكن كل ذلك يوصل إليه من أساس الإيمان بهذا الإله واليقين بمعرفة صحبة من يدل عليه،
من الصالحين والذين يرجونك إلى معرفة صحبة أصلح الصالحين سيد المرسلين. وعلى قدر ما تقوى في ذلك تعرف حسن مصاحبة ملك الممالك جل جلاله وتعالى في علاه ولهذا يقول: والصحبة مع رسول الله، علينا نصاحبه بالغيب، فإن الصحبة له بالشهود والحس مخصوصة بالصحابة الكرام، وبذلك فازوا وللمزية على الغير حازوا، فتميزوا بذلك. ولكن فتح الله لنا باب صحبته بالغيب، وجسده الأشرف الأكرم أطهر جسد في القبر المعظم في طيبة الطيبة، وروحه في البرزخ وعلى عليين وفي السماء وفي الأرض وفي أي كون من أكوان الله تبارك وتعالى، فلا أوسع من هذه الروح ولا أعظم إطلاقا منها من جميع الأرواح المطلقة. ولقد أرانا الحق سر تخصيص هذه الروح التي أثرت الخصوصية منها على الجسد النبوي في ليلة الإسراء والمعراج، حتى أن المسمى بالروح من بين الملائكة الأمين جبريل ما استطاع أن ينطلق الانطلاقة التي انطلقها جسد رسول الله بروحه الكريمة التي علت فوق سدرة المنتهى، وقال سيدنا جبريل: وما منا إلا له مقام معلوم، أنا إلى هنا حدي ولا أستطيع، فأي روح هذه؟ فإذا كان هذا وهو في عالم الدنيا، والروح لا تزال بحكم السنة الإلهية مرتبطة بهذا الجسد ومحبوسة فيه، فبلغ من إطلاقها أن بلغت المواطن التي لا يبلغها العالم الأعلى من الملائكة عليهم رضوان الله وصلواته وتسليماته، فكيف بها وقد خرجت سلطان الجسد عليها وانحلت عن الحصر في الجسد؟ فما أعجب هذا الروح وما أعظم انطلاقها في الوجود. وإن كان روح واحد من أصحابه كابن عمه جعفر بن أبي طالب تأتي إليه وقد قتل بالأردن، ثم يأتي إليه ويسلم عليه ويقول: مر علي في ملأ من الملائكة يسلم علي، قد أبدله الله ما كان يديه جناحين يطير بهما في الجنة، يجي للمدينة يطير في الجنة ويروح يقطع، هذا روح جعفر، فكيف روح الأطهار؟ فكيف روح صفوة مضر؟ فكيف روح خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لا إله إلا الله. وقل لمن أراد أن يحبس هذه الروح: أنت المحبوس بأوهام إبليس في خيالاتك الساقطة، أما هذه الروح فهي أكبر من أن تحصرها أنت ولا غيرك من أهل الأرض ولا من أهل السماء، فروحه أعظم الأرواح وأعظمها خصائص في الانطلاق وفي الطيران وفي الحضور وفي السمع وفي البصر، فلا سمع موهوب لمخلوق كسمع هذه الروح الطاهرة، ولا بصر موهوب لمخلوق كائنا من كان كبصر هذه الروح الطاهرة صلى الله عليه وسلم. ولذا نذكر في سيرته بصره إلى السبع الطباق ثاقب، وفي عالم الحس كان أقوى الناس بصرا يعد في الثريا 7 إلى 9 نجوم، ولا يقدر أن يزيد أن يتبين ذلك ببصره، فكان يعد 11 نجما صلى الله عليه وسلم في الثريا يحسبه، يقول هكذا. فهذا بصره الحسي المجرد الجسداني، أما الروحاني لا ثريا ولا سماء أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا سابعة ولا سدرة منتهى ولا عرش ولا كرسي دونها ولا حاجبا لها، فهو كما قال الحق سميع بصير: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركه لنريه من آيات إنه لنريه من آيات إنه هو السميع البصير. ولهذا قال الحبيب لما وصف معراجه:
خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فسمعت ما لا يستطاع سماعه وعقلت ما عنه الورى قد نام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أعظم إطلاق روحه الكريمة، وهي أعظم روح خلقها الرحمن، وإن كان شان الروح كله عجب وقول الروح من أمر ربي، لكن الروح المخصوصة بالذات الأشرف الأقدس عند الله مزاياها فوق كل روح، صلى الله عليه وسلم. ولذا جميع أرواح الأنبياء والملائكة تنطوي تحت لوائه، وليس في روح من أهل السماء والأرض من له مقام أنا لها غير هذه الروح، وهو نبينا وهو معلمنا وهو مرشدنا وهو هادينا وهو دالنا وهو الذي خصصنا به من بين الأمم كلها، فلله الحمد، فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر. الصحبة مع رسول الله بالغيب، نصاحبه، فتح لنا الحق باب صحبة المصطفى بالغيب. لذا كما قلت سمعت بعض علماء ومشايخ سوريا مرة يقول إن مهمة الشيوخ الذين يربون السائرين إلى الله تعالى المريدين أن يهيئوهم لصحبة النبوية، لصحبة النبي، يهيئ أرواحهم لصحبة المصطفى. فهذه مهمتهم لمن قبل التربية على أيديهم، أن يهيئ الروح لتصاحب زين الوجود صلى الله عليه وسلم. صحبة مع رسول الله هذه أبوابها: بحفظ وصيته، تحكيم شريعته على عقلك وعلى هواك، في نفسك، في جسدك، في لباسك، في أكلك، في شربك، في إقامتك، في حكم شريعته في إقامتك، في سفرك، في بيعك، في شرائك، في أخذك، في عطائك، في أهلك، في أولادك، حكم شريعة سيدنا محمد. هذا باب أبواب الصحبة: حفظ وصيته وتحكيم شريعته وحسن متابعته في جميع أخلاقه ومنورات أفعاله وباهرات أقواله على التمام، مقتديا، مهتديا، متشبها، منتميا، محبا، معظما، مولعا بالجناب الأشرف. هذه أعلى التحف، وهذا جود الله تبارك وتعالى الذي لا يحد ولا يوصف. يقول: إلا ما اختص به دون غيره فهو صاحب الخصائص، ولا تحكم رأيك على سنته. سنته أقوم، سنته أعظم، سنته أعدل، سنته أحق، سنته أشرف، سنته أنظف، سنته أعلى، سنته أصح، سنته أصلح من رأيك ورأي من قبلك ورأي من بعدك والإنس والجن معك. سنته أصلح وأنجح وأضبط وأشرف وأوفى وأصفى وأجمل وأكمل. إنه عبد يقول عنه رب العباد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علمه شديد القوى ذو مرة فسواه بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمرونه على ما يرى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا إلى أن قال لنا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولا تحكم رأيك على سنته بل يكون هواك تبعا لما جاء به دون تعقل أو تأمل. في ذلك سمعتم قصة سيدنا عمر لما اجتهد مرة ورأى أن ميزاب العباس في بيته قريب من الأرض، فربما مر الطويل أو صاحب الحمل أو صاحب الجمل فدقه، فأمر بإخراجه، قال: خرجوا هذا الميزاب. خرجوا الميزاب، فلما خرجوا الميزاب جاء العباس بعد ذلك، قال: مالك؟ قال: إني رأيت ميزاب قريب من الأرض فخفت أن يؤدي أحد من المرين. قال: يا أمير المؤمنين، أتدري من وضعه في هذا المكان؟ قال: من؟ قال: رسول الله. قال: عظم الأمر على سيدنا عمر. قال: رده مكانه، قم يا عباس احمله، قم على ظهر هذا.
قال أرد. قال أنا جلس أمير المؤمنين قال طلع فوق هذا الظهر ورد الميزان في محله حيث وضعه رسول الله، وانتهى اجتهاد عمر وانتهى علم عمر وانتهى عقل عمر أمام سنة الحبيب الأنور. وهكذا عاملوا الله، وبهذا قربوا من الله ورسوله عليهم رضوان الله، وقاموا رده في مكانه سنته. وهكذا سنته أولى، ويكون الهوى تبع لما جاء به دون تعقل أو تأمل، وإجلاله ومحبته هذه أبواب مصاحبته، صحبته بالغيب، إجلاله ومحبته ومحبة أصحابه وأهل بيته ومودتهم من أجله. إن كان من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، فأنت أن تواد أهل ود محمد من صحابته من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، من خصوصا الذين كانوا في حياته ووادهم وأحبهم، ثم من وصى بهم صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، مودتهم هي حقيقة الإيمان. إن كان ذاك من أبر البر فهذا من أقوى الإيمان ومن أصفى الإيمان، أن تود أهل ود محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قم هو ودهم تجي أنت، قم وصاك بهم تجي تتجرى عليهم وتبغضهم، يا هذا من نبيك، هو هذا من كان هذا نبيك، فمن وصاك بهم عظمهم واحترمهم، ومن ودهم ودهم وليس هو نبيك أو تريد لك شيء ثاني، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنعم النبي نبينا، رزقنا حسن متابعته وأكرمنا بصحبته وإجلال من قام بشريعته. لهذا يقول إن من إجلال الله تبارك وتعالى توقير السلطان المقسط، لأنه يحكم الشريعة ويقوم بخدمة الشريعة. وكذلك أولي الأمر من العلماء العاملين بعلمهم، في إجلالهم من إجلال الله، وتوقيرهم فيه فتح باب صحبة مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وجلال من قام بشريعته ومحبة الفقراء، لأنه كان يحبهم، كان يحب الفقراء والمساكين، ويجلس إليهم صلى الله عليه وسلم ويأكل معهم صلى الله عليه وسلم. وإيثار الآخرة على الدنيا وإحياء مشاعر الدين، هذه أبواب مصاحبتنا لنبينا الأمين، والنصيحة لكافة المسلمين، وعدم الغش وعدم تبييت ما لا يرضى من القول والعمل. فلا نبيت في أنفسنا ولا باتفاق مع أحد سرا أي شيء يخالف الشريعة أو يضر مسلم أو يؤذي أو يكدر قلب أحد من أهل بيته ولا من ورثته ولا من عموم أمته. إن تريد تصحبه، إن تريد أن تصحبه، إن تريد أن تصحبه، وإلا بغيت صحبة الغالي بالعب، تريد صحبة الغالي بغش ما تجي، هذا غالي عند ربك، تريد تصحبه تطهر، لا يمسه إلا المطهرون. أيوه. يقول عدم الغش وتبيت ما لا يرضى من القول والعمل، والعمل لا تبيت ما لا يرضى، وإلى غير ذلك مما لا يمكن حصره. لو كانت الخلق كتابا والأشجار أقلاما والبحار مدادا من كرائم أحواله الكريمة وعظيم أخلاقه الشريفة الفخيمة صلى الله عليه وسلم. تمام. يكمل لك حبال الوصول إلى صحبة سيدنا الرسول، وأن تحفظه في جميع ما وصل إليك من أمره ونهيه بعد مماتك ما في حياته، ليكون لك من الصحبة الخاصة حظ ونصيب، فكأنك بين يديه وكأنه معك حاضر، تنتثل الأوامر وتجتنب الزواجر وتحب ما يحب وتكره ما يكره وتفعل ما يرضى وتجانب ما يسخطه صلى الله عليه وسلم، كأنه عندك حاضر. إن تريد الصحبة الخاصة، إن تريد الصحبة الخاصة، فمن حفظ ذلك أتى في يوم الجمع بعد طول الاشتياق إلى التلاق بمزيتين. الأولى مزية الصحبة على الغيب، صاحب المصطفى على الغيب من دون أن يرى جسده الشريف وطلعته الغرة في حال التكوين الجسداني والجسماني، مع ذلك صحبه فهي مزية.
يشير إليها في حديثه. والعجيب أنه لا يصدق منا صادق في طلب هذه الصحبة ليحصل الحبيب، هو قد مد خصائص روحه ليصحب من يصدق ممن يأتي بعده قبل، وأحبهم واشتاق إليهم قبل أن يحبوه وقبل أن يشتاقوا إليه. فالمزية الأولى أنك صحبته على الغيب وفي ذلك قربة وفي ذلك منزلة عند ربك العلام الغيوب. ومزية أخرى أنه تقدم اشتياقه إليك في حال حياته في عالم الدنيا، فإن ظفرت بتوفيق ربك بالصدق والإخلاص والولاء والمحبة في حسن هذه الصحبة في أيام كنت أنت في الدنيا وبينك وبين وفاته الكريمة وخروج سده من عالم الدنيا إلى هذا القبر المعظم الذي يغبطه الكرسي والعرش، لأن فيه الأحب إلى رب العرش والكرسي والسماوات والأرض، فلا يساويه مكان عند الرحمن جل جلاله. بينك وبين تواري جسده الأشرف في تلك البقعة 1431 سنة. مع ذلك كله أن تصحبه بهذا الأدب وهذا الشوق، تتصل بسرور قلبه منك وقرة عينه بك في الدنيا، متصلة بشوق قد كان وهو في عالم الدنيا، وحال كانت هذه الروح التي تتحنن عليك الآن في ذاك الجسد المكرم، فما أوصل عام 41 و400 بالهجرة بما قبل ذلك، ما أوصلها بما قبل ذلك، ما أوصلها بأيامه عليه الصلاة والسلام، إذا حقت لك محبته وحضيت بسر تعطفه وحنانه، يتصل لك هذا بما كان من شوق هذه الروح إليك قبل 1430 سنة في ذلك العالم، فما أقرب وقتك من ذاك الوقت. انظر كيف بدأنا وكيف ابتدأنا وكيف سبقنا، إن أحببنا فهو الذي أحب من قبل، وإن اشتقنا إليه فهو الذي اشتاق من قبل. قال: وتأتي أيضا للقيامة بمزية اشتياقي إليك، حيث قال: وشوقاه إلى إخواني، والحديث في صحيح مسلم بلفظ: وددت أن قد رأينا إخواننا. وهذا منه صلى الله عليه وسلم برأفته ورحمته، تطول عجيب، أراد تكوين أجسادهم من النطف التي تحل فيها هذه الأرواح، يود أن رآهم بجسدانيتهم وجسمانياتهم في عالم الدنيا، وهم إن كانوا بعد تكوينهم يعرضون بأي عرض عليه، لكن من قبل في حياته ود أنه قد شاهد تلك الهياكل الجسمية بما فيها، فما أعجب فضله وتطوله. يقول: وجدت أن قد رأينا إخواننا. قال الصحابة: أولسنا إخوانك رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، قوم يؤمنون بي ولم يروني. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل قوة الإيمان فينا من أعجب ما يوجد في كون الله، ونكون بذلك من أعجب الخلائق إيمانا، لأنه على الغيب المجرد كالصحبة على الغيب. وذلك أنه سأل أصحابه الغر وقال: من أعجب الناس من أم أعجب الخلق إيمانا؟ قالوا: يا رسول الله، الملائكة. قال: كيف لا يؤمنون وهم يشاهدون من أمر لا ما يشاهدون؟
قالوا فالأنبياء. قالوا يا رسول الله، قال لهم صلى الله عليه وسلم كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم وأطلعهم الله على شهر الإيمان. قالوا فأنت يا رسول الله، قال كيف لا أؤمن وأنا يوحى إلي. قالوا فنحن، قال كيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم أتلو عليكم آيات ربي وأريكم الآيات. قالوا فمن أعجب الخلق إيمانا؟ قال قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني، لا شهدوا نبي عندهم ولا رأوا الملائكة ولا كانوا أيام نزول الوحي ولا شهدوا، وآمنوا بي وصدقوني. وأنت مو قال هؤلاء أعجب الخلق إيمانا وأكرمنا بالشوق قبل أن نعرف الشوق، صلوات ربي وسلامه عليه. يقول فينال من الإكرام رتبة الحبيب القادم من الغيبة على أهل المكان، ولا يقدم أهل المكان، ولكن هذا غايب جاء. ولما قالوا للأعرابي من أحب أولادك إليه، قال صغيرهم حتى يكبروا، مريضهم حتى يشفوا، غايبهم حتى يقدم، يكون أحب إليه إلى أن يقدم. فقدوم الغيبة هم مثله جالس معك، قالوا أنت في الغيبة، جيت بعد كذا وجيت بعد كذا، فتحصل هذه المزية في الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. يقول لا لا لا، فينال من الإكرام رتبة الحبيب القادم من الغيبة على أهل المكان، فيا لها من بشارة لمن صحبه صلى الله عليه وسلم من أهل آخر الزمان. وتجدون صواط عنواره وسهول الصحبة له في داره، فأحسنوا حق هذه الصحبة لينال من ينال منكم الرتبة. فليست بأقوال تقال وتمر بمرور الأيام والليال، ولكن لها شان وحال. وأي شان وحال في الدنيا والبرزخ ويوم المآل؟ ومن ضيع الفرصة صارت عليه غصة. فاغنموا أيامكم عليكم، تعلموا صحبة الحق ورسوله في صلواتكم وأذكاركم وحلقاتكم ودروسكم وحفظكم وتخلقكم بالأخلاق الشريفة. ما تنتهي أيام الدورة، وفي أيام العشر يعظم فتح الأبواب وتذلل الصعاب لمن أراد الاصطحاب واللحوق بالأصحاب، وهي مقبلة علينا وعليكم. الله يبارك لنا فيها، اجعلنا من خواص أهليها ومن حائزي سرها ومغتنميها. يقول فينال من الإكرام رتبة الحبيب القادم، فيالها من بشارة لمن صحبه صلى الله عليه وسلم من أهل آخر الزمان، لذلك ضاعف له المثوبة وخفف عليه العقوبة، حيث قال للعامل فيه آخر الزمان أجر الخمسين منكم. وتعجب الصحابة، قال منهم يا رسول الله ومن؟ قال بل منكم. قال منهم يا رسول الله ومن؟ قال بل منكم. الله لما؟ قال إنكم تجدون أعوانا على الخير ولا يجدونهم. يحسن اللي يستهزبوا، اللي يضحكوا، اللي يقول أن ترجعي، واللي يقول فكرك مدخل، يقول دولا سمموا فكرك، هذول ضحكوا عليك ويسيبون عليك المتاع والدنيا. يقول ها، فللعامل في أجر الخمسين منكم. أجر الخمسين يعني في عمله، أما أجر الصحبة ما يقدر يجيبه، ومكان إيمانهم ما يقدر يجيبه، ما شبههم إيمان مثل إيمانهم. لكن في العمل، في الأعمال الصالحة للعامل منهم أجر الخمسين من الصحابة. الله أكبر. عبادة في الهرج كهجرة إلي. وكان يقول بعض الصحابة والتابعين، يقول إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما يعلم، من ترك في العمل بعشر ما يعلم هلك. وسيأتي على الناس زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا. لا إله إلا الله. من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. مئة شهيد، مئة شهيد،
مئة شهيد، الشهيد الواحد أقل ما يشفع في 70 من أهل بيته وجبت لهم النار فلا يدخلون النار بشفاعته. 100 شهيد، 700 بدل 70. لا إله إلا الله، كل واحد 70، الواحد 700 كم؟ سبع رجعت كم؟ 7000، 7000 واحد شفع فيهم. من أحيا السنة عند فساد الأمة كان الشهيد يشفع في 70، فهذا ما يجر 100 شهيد، 7000. لا إله إلا الله، أنها 70 100 و170 ترجع 7000. الله يرزقنا إحياء سنته واتباعه. قالوا جماعات من الغافلين والفاسقين في اليهود نصارى اتركوا سننه سنعلمكم من عندنا هيئات وأخلاق مشوا معنا، لكنهم مرفوضون ومردود عليهم ما عرضوا علينا، وآخذون بعرض الحق ورسوله إن شاء الله. نزين بذلك قلوبنا وأجسادنا وديارنا ومنازلنا وعاداتنا كلها وراء محمد إن شاء الله. يقول قال بل منكم، وقال إذن بتغيب من عمل بعشر ما أمر النجاة فالحمد لله، وأما صحبة أولياء الله فهي الموصلة إلى الله، سيما خصوصا من كملت فيه مظاهر السنة وتوفرت فيه مكارم الأخلاق واستنارت بصيرته وطابت سريرته ونشرت دعوته وظهرت محبته أظهره الله، ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهج الطريقة. منهم رجال ظاهرون بأمره. فإذا وقع في زمانك ومكانك أحد من هؤلاء ومن هذا الصنف فالسعادة جاتك الكبيرة من كل جانب فغنامها، ولا تتأخر عنها ولا تدبر ولا تعرض، فصحبتهم موصلة إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. صحبة أولياء الله، وكم من ولي للإله بأرضه، وكم عارف منتهز مستهتر في المحبة عن مستغرق، وكم من أمين حامل لأمانة من السر لا تفشى لأهل الخيانة، وصاحب كشف قد تجلت لقلبه الحقائق في أطوارها العلوية، فأبدالهم أوتادهم نقباؤهم عن نجبة والقطب راس العصابة، أولئك أبدال النبيين أبرزوا لفضل رسول الله في خير أمتي، عباد كرام آثروا الله ربهم، آثروا الله ربهم فآثرهم واختصهم بالولاية وآنسهم بالقرب منه وبالرضا، حباهم وأسقاهم بكأس المودة، بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسدي كل خير ونعمتي، ولولاهم بين الأنام لدكدكت جبال وأرض لارتكاب الخطيئة، لا إله إلا الله عز وجل. الله يرزقنا محبته، الله يرزقنا صحبتهم وحسن صحبتهم والأدب معهم، ويرقينا بمراقيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الله أكبر. فمنهم مقيم في الأنا وإنه لمستور عنهم تحت أستار غيرتي. ها؟ يمكن منهم حتى تعدى عليه ما تسلم عليه وأنت تدري إيش قدامك، ولكن قلة حسن ظنك وقلة أدبك ما حرمت به خير كثير. يراه الوراء إلا القليل كغيره من الغافلين تظنوا مثله. ومنهم رجال يوثرون سياحة وسكن مغارات الجبال وقفرتي، يسيحون من شعب إلى بطن وادي وكل خراب والفيا في الخليط. ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهج الطريقة، لهم همة في دعوة الخلق جملة إلى الله عن نصح ولطف ورحمة، فهم حجة للمؤمنين بربهم، وفيهم لمرتاد الهدى خير قدوتي،
وحتف على الضلال، وحجة تقوم على أهل الشقاق وشقوتي، وكل على نهج السبيل السوي لم يخالف أمرا آخذا بالشريعة. كل هؤلاء الأصناف على هذا الحال. وإن الذي لا يتبع الشرع مطلقا على كل حال عبد نفس وشهوتي سريع هوان يبقى عليه، لأنه هو الميت، ليس الميت ميت الطبيعة. وما في طريق القوم بدءا ولا انتهاء مخالفة للشرع، فاسمع وأنصتي وخلي مقالات الذين تخبطوا ولا تكو إلا مع كتاب وسنتي. هكذا يقول في قصيدته التي مطلعها: بعثت لجيران الحقيقي تحيتي، وأودعتها ريح الصبا حين هبت سحيرا، وقد مرت علي فحركت فؤادي كتحريك الغصون الرطيبة، وأهدت لروحي نفحة عنبرية من الحي فاشتاقت لقرب الأحبة، وحنت تذكار الليالي التي خلت لنا بينها تيك الربوع الأنيسة، وإخواني صدق أوحش القلب بعدهم، فلله ما لقيت من حر فرقتي، دياري نأت عن دورهم وتباعدت منازلنا لا عن قلاء وجفوتي، على الحرص مني أن أراهم ومنهم، فما سمحت يمن الزمان بمنيتي، وما بعدهم عني ولا البعد منهم بحال اختيار، بل بقهر مشيئتي وحكم إله العالمين منفذ على كل حال، والرضا خير جنيتي به تنجلي عنا الهموم، إذا ترت تسري به عنا الغموم الملمة. وكم حادث قد ضاق متسع الفضاء علي به فانزعح منه بخطرتي. أحبة قلبي، هل لأيامنا التي تقضت بذات البان إذن برجعتي؟ فقد طال هذا البعد وامتد وقته، وطال انتظاري حجة بعد حجتي، أي سنة بعد سنة، تروا تجمع الأقدار بيني وبينكم وأحظى بكم من قبل تاتي منيتي، فوأسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي وجلوة إخلاص وصدق وقربة وآثار كشف الغيب عن ذوقي خبرتي، وأسمع منهم كل علم مقدس عن الحس والأوهام من فتح حكمتي، وأنشق من أرياحهم كل طيب ذكي يطيب الروح منه بشمتي، وأمسي بهم في موقف الشرع سالكا طريقة حق واصلا للحقيقة. يقول: صحبة أولياء الله، خصوصا من أظهر وانشر دعوته وظهرت محجته وانتشرت في القوابل معرفته وغمرت حاضري بركته، وكان متجافيا عن الدنيا عالما بكوامن الأهوى، فهذا إذا وجد في أي مكان في أي زمان، فما أسرع تأثيره في القلوب وأكشفه لحقائق الغيوب، وما أوصله للمحب بالمحبوب، وما أعز من يوجد قائما على طريق الاستقامة قدمه، وراسخا في علوم الحقيقة ورسوم الطريقة، يعطي كل طالب وفق مزاج حقيقته، فهم الأطباء الذين طالعوا علم الأزل بنور من لم يزل، طالعوا علم الأزل بنور من لم يزل سبحانه، فينزلون كل من أتاهم منزلته ويقيمونه على حسب مقامه ويبلغونه فوق مرامه، فصحبتهم دواء لأمراض الهوى نافع، ورؤيتهم ترياق، يقال فيها الدرياق والترياق، لأدواء القلوب ناجع، فإذا تنفس منهم عارف في زمان فبشارة أهلي بالأمان والمغفرة والرضوان، بهم يدفع الله البلايا ويكشف الرزايا ويسدي كل خير ونعمتي. وإذا دخل العارف بالله في بلد فتنفس فيها ثبت إيمان أهلها. وقالوا في معاني تنفسه: تعليمه وإرشاده وتوجيهه لهم ونظر إليهم، فالله ينفعنا بتنفسات أهل المعرفة الخاصة، ويوفر حب زماننا منهم وأمكنتنا، اللهم آمين. كيف تصحبهم هؤلاء؟ قال: بعدم الاعتراض عليهم باطنا وظاهرا، وقبول مشيرتهم وتوقيرهم واحترامهم،
تخرج عن عقلك ونقلك وفعل تخرج عن عقلك ونقلك وفعلك وقولك وتكون فانيا عنك مبادرا لما يأمرون محاذرا عما ينهون فما أقرب إذا كنت كذلك فما أقرب الفتوح إليك وأجزل المواهب لديك إذا كنت كذلك متصفا بما هنالك. ولذلك رجع يقول بعضهم ليس المحروم من حرم صحبة الصالحين، قال بل المحروم من تيسرت له صحبة الصالحين وحرم الأدب معهم، هذا هو المحروم. وإذا لم تجد من هو على هذه الحالة من رجال الله الدالين عليه ولم يظهر بكمالها أحد فيما وصل إليه علمك أنت وعقلك وظنك وعقيدتك، لا تترك نفسك تتبطل، دور لك صحبة إخوان في الله وهي في هواها تتعلل، لا تتركها تتعلل بالهواء، ولكن انظر إلى الإخوان من اتصف بوصف حسن لا تستقله ولو واحد، فإنه ما أعطي وصفا مرضي إلا وهو عند الله مرضي، وإن لم يبلغ الكمال ولم تظهر عليه علامات الوصال ولم تلح تبرق عليه على سمات الأولياء وعلامات الأبدان، فيكون لك على أمرك معينة في مهماتك قرينة، والخطا على الاثنين أبعد منه على الواحد، لكن تراعي فيه الدين والعقل والمروءة والزهد والأمان وحفظ السر، لا يكون أحمق ولا فاسق ولا كذاب ولا جاهل، صاحب من يكون هكذا ولو أن يتصب ببعض هؤلاء الأولات، الله أكبر، ويحتسب ويتنب بعض هذه المذكورات، فما ترك البعض إلا لما عندهم الإيمان، ولا فعل البعض يتصب بها إلا لما عنده من الإيمان. شرط أن يترك المنهي عند تيسر فعله ويتصب بالمأمور مع تيسر ضده، وإلا كان عاجزا لا تاركا ولا متصفا فهذا حده. أدب صحبتك مع إخوانك هؤلاء، إذا أشار بأمر لا ينقض عليك العلم أن تمتثل مشورته، ففي المشورة بركة حيث كانت ممن كانت. ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله، في المشورة بركة، والحرص على حفظه وإيثاره في الأسباب الدنيوية وتنبهه على المعايب بالتلطف، هذا أداب صحبتك معه، وترك معاملاته ورعايته بعد موته في الدعاء له وبر أهل مودته إلى غير ذلك من وجوه البر، هذا أدب الصحبة مع الإخوان في الله. قال أما عامة الخلق، أنت عايش في الدنيا والدنيا ملانة بخلق الله، فلا تختار صحبة الله من كان من مثل هؤلاء، وما يطرأ عليك في حين سفر في حين خروج إلى حاجة في حين حضور مناسبة فتصحب عموم الخلق. قال عامة الخلق صحبة مع الجهال بالتعليم وترك الدخول في مداخلهم، حفظ العين عن النظر إلى أفعالهم، صون السمع عن سماع أراجيفهم، دنيا ملانة أراجيف وكلمان وخرطان وبلبلة وقلقلة ولقلقة، ملانة الدنيا، سمعنا أنت الحين بغيت نفسك في الجنة ولا فين؟ أنت هذه الدنيا خلاص، خل كل ما يتعلق بالنار وشوف أهل اللي يتعلقون بأهل الجنة بأوصافهم وفعالهم عندك في الدنيا خلك معهم خلاص، وكان ذلك غير موجودين وكأن الفريق الثاني غير موجود، وإن كانوا كثرة إيش عليك منهم؟ فهمتي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مشية الطريق ما يضرك، كثرة البطالين كثرة الغافلين، بس أنت لا تسمع لهم، أنت لا تصغي إليهم، أنت لا تتبعهم، أنت لا تصدقهم، شوف لك عالم عارف صالح تقيش امشي وراه، ولا بغيت يهودي يجي يعلمك ولا نصراني ولا شيطان. هكذا يقول وترك الدخول مداخلهم وحفظ العين عن نظر الأفعالهم صون السمع عن سماع أراجيفهم وعدم الحضور في محافلهم إلا ما كان خيرا، ما كان من صلة رحم، ما كان من مناسبة أحد من المقاربة، وكان مجلس علم أو مجلس خير ما كان خيرا تحضر معهم. وما كل ساعة يدعونك إلى ساعة مظاهرات وساعة اعتصامات وساعة فوضى وساعة لعب وساعة سمرات في ضياع وفي غفلة، أنت ربي خلقك عبد لهم ولا إيش؟ وبعدين بتشتكي تقول لك إيه ولا بتجد مصير سيء، ومنين جاء؟ أنت الذي ارتضيت ذلك، ولو أعرضت عنهم فأعرض عن من تولى عن
ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. الله الله الله. والدعاء لهم بظهر الغيب والاهتمام لمهامهم، وما تدري يهدي الله منهم من يشاء، وربما واحد يرجع شفيع لك يوم القيامة، ما تدري. حكم الله حكم الخلق لخالقهم، ما هو لك أنت. تأدب وامشي وقل الحمد لله عفانا ما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وستر مساويهم. ما تظلي تقول هذا فلان يعمل كذا وفلان يقول كذا وأنا ظنيت في فلان كذا حصل كذا، وبعدين أنت الحين حسيب أو وكيل أو حفيظ عليهم. سيد الجد يقول ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بحفيظ، فذكر أن ما أنت متذكر لست عليهم بمسيطر، وأنت من سيطرك عليهم ومن وكلك بهم؟ انظر نفسك ولا تذكر معايبهم ولا مساويهم، عدم التكبر عليهم وعدم التضجر لما يجري من سوء أخلاقهم. أخذوا رداءه حتى حمروا عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم، واضطروا بالمزاحمة إلى أن علق رداءه بالشجرة، قال ناولوني ردائي. فوالله لو كان لعدد هذه العظاة نعما وإبا لقسمت عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. تكلموا عليه وقالوا عدل، قال من يحك من يعدل لما عدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يقولون للنبي محمد. قال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال بيصبر، قالوا الرسل لقومه لنصبرن على ما أذيتمونا. سمعت يقول إيش؟ يقول عدم التضجر لما يجري من سوء أخلاقهم، وأن تنظرهم بعين الرحمة والشفقة. قالوا للوالد هذا واحد قام يسبك يتكلم عليك وانت في المذاكرة في بعض المسائل، قال انا ما سمعته، مش بالي، ما كان حد قال شيء. ولا نطيل في ذلك، فلو ذهبنا نتبع طبقات هاي طلب من الكلام قصدنا شرع كلام مسند بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وللصحبة شرائط وضوابط، فمن الضوابط ان تكون لله لا لعلة ولا بعلة، بل يكون الاجتماع عليه والتفرق عليه. ومعنى التفرق عليه أن يتفرق وهم مجتمعون عليه، لم تغيرهم عما هم عليه الحوادث. وأهم الصحبة صحبة من لم يفارقك في حياتك وموتك وخلوتك وجلوتك ويقظتك ونومك، لكن لم تصل إلى حسن الأدب معه إلا بصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هو أعرف الخلق بالآداب معه. ولم تصل إلى حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتأدب بآداب أولياء الله الوارثين محاسن أخلاقه، السادات العارفين والعلماء المحققين. فبالتأدب بآدابهم تصل إلى التأدب بآداب رسول الله، وبالتأدب بآداب رسول الله واكتفاء آثاره والتخلق بشمائله تصلح للأدب مع الله. وهذا تدريج في الوصول إلى الصحبة مع الله. ولو كان الإنسان يدرك مقام الصحبة مع الله من ابتداء نشأته لما شرع صحبة نبي ولا ولي، ولكن الله بلطيف حكمته جعل ودائع التربية الإلهية في الوسائط الخلقية، وجعل الوسائط الخلقية كالحقيقة النبوية ظاهرها من علم الغيب، ظاهرها من عالم الملك والخلق، وباطنها من عالم الملكوت والحق. لذلك قبلت الحقائق بباطنها وأدتها إلى الخلق بظاهرها، فقبلت الخلق ما يلقى إليها من الحقائق الملكوتية بواسطة ظواهر خلقية الأنبياء الرسالية، لأن الحقائق لم تجرد لعالم الخلق. لو تجردت لأن الحقائق لو تجردت لعالم الخلق من غير واسطة لم يكن فيها أهلية لقبولها، فأدتها إليها ما هو ظاهر من جنسها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وإعطاء كل قابلية ما يليق بها، أمرت أن أكلم الناس على قدر عقولهم. وهذا حازه الأولياء بقدر أنصبتهم من الوراثة، فالعلماء ورثة الأنبياء. فتحقق أن الوارث من أخذ علمه من حيث أخذ مورثه،
وهو من أخذ العلوم لا عن تعلم بل يأخذها عن الله، وإن جلت له لسان المعلم يكون أخذه عنه كأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل صلى الله عليه وسلم، ما أدى إليه إلا ما قد علمه الله حقيقته. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يسابق جبريل في التلاوة حتى أنزل الله عليه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وهنا سر دقيق ومشهد رقيق يفهمه ذو التحقيق من كل مقرب صديق. فلو أخذنا في كشف هذه الأنوار وتحقيق هذه الأسرار لثار ثائر الإنكار من طوائف الأغمار، ولاستطار من ظلمات النفوس شرر وكثيف بخار. ولكن الله حد لكل قوم كلاما ولكل ناس مقاما. وأما شرائط الصحبة إذا كانت لله ألا تزيد عندك بطاعة ولا تنقص بهفوة، لأن هذه علل، وقد علمت أن الصحبة لله لا لعلة ولا بعلة. ومن شرائطها ما أسلفناه في أول الكلام على هذه الحكمة، ولي في ذلك: من لا تدلك على الله مقالته وليس ينهضك منه الحال في الهمم لا تصحبنه فلا ترجى سلامته، إن البلاء صحبة الجاف الغبي الفجم. من لا تدلك على الله مقالته وليس ينهضك منه الحال في الهمم لا تصحبنه فلا ترجى سلامته، إن البلاء صحبة الجاف الغبي الفجم. قال: وللصحبة شرائط وضوابط، أن تكون لله لا لعلة من العلل، تصحب من تصحب من أجل الله، واجتماع عليه بالتوجه إليه والتعاون على طاعته، والتفرق عليه يتفرقون وقلوبهم مجموعة على الرب ونياتهم صالحة ومودتهم قائمة، يريدون القرب والوصول. لكن قال: أهم صحبة صحبة من لا يفارقك في حياتك وموتك وخلوتك وجلوتك ويقظتك ونومك، وهو الله. هذا أهم صحبة وأعظم صحبة وأجل صحبة وأجمل صحبة وأشرف صحبة، ولكن لن تصل إلى حسن الأدب مع هذا الإله إلا بصحبة رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذ هو أعرف الخلق بالأدب مع الله: أدبني ربي له فأحسن تأديبي. نعم. ولن تصل إلى حسن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتأدب بأداب أولياء الله الوارثين محاسن أخلاق رسول الله. إذا قال الحب علي في سيدنا الحداد: فهو الخليفة في جميع أموره عن خير داع للبرية هادي. فهو الخليفة في جميع أموره عن خير داع للبرية هادي. نعم. يقول السادات العارفين العلماء المحقين: بالتأدب بأدابهم تصل إلى التأدب بأداب سيدنا رسول الله، وبالتأدب بأداب سيدنا رسول الله واقتفاء أثاره والتخلق بشمائله وأخلاقه تصلح للأدب مع الله. وهذا فضل في تدريجك في الوصول للصحبة مع الله. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لماذا تكونوا مع الصادقين؟ من أجل تكونوا من الصادقين. لكن ما تصل إلى أن تكون من الصادقين حتى تكون مع الصادقين أول، فتدرجك. قال لك: ولو من أول وهلة قال لك اتقوا الله وكونوا من الصادقين، هيطلع على الصدق بسهولة. كيف تطلع؟ مشكلة كبيرة وتعب، ونادر أن تصل إلى مرتبة الصدق. قال بتحرص، قال لك مع الصادقين، كونوا مع الصادقين. شوف كيف خفف عليك ونصب لك الدرج والسلم من شان تطلع بسهولة. قال لك وكونوا مع الصادقين. ولهذا يقول: لو كان إنسان بما خلقه الله وفطره وهيأه يمكن أن يدرك مقام الصحبة مع الله ابن يجفد داء النشأة، لما شرع إنزال الكتب ورسائل الرسل أبدا، ما خلاص كل واحد. لكن لا، الله خلقنا على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية، ما نستطيع أن نصل بفجع على هذه الوسائط بفضله بلطيف حكمته. جعل ودائع التربية الإلهية في الوسائط الخلقية، جعل الوسائط الخلقية كالحقيقة النبوية، ظاهرها من عالم الملك والخلق وعالم الحس بشر مثلكم، باطنها من عالم الملكوت يوحى إليه من عالم الملكوت والحق. لذلك قبلت الحقائق بباطنها وأدتها إلى الخلق بظاهرها، فقدرت الخلق أن تفهم. فإنما يسرناه بلسانك، يسرناه بلسانك
كلام الحق كيف يفهمه المخلوق؟ ما يقول عليه قال بلسانك، إنما يستنه بلسانك، نزلنا عليك عرفناك إياه قرأناك أنت باللغة الآن كلمهم إياه بلسانك، فيسهل عليهم يقدرون يتمسكون بطرف حتى يرقون لعلهم يتذكرون، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا له الحمد المنة. وأدتها فقبلت الخلق ما يبقى إليها. ولهذا لما قالوا أبعث الله بشرا رسولا قال لهم الحق، قال لحبيب محمد قل لهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا، من شأن يكون ملك مع ملك يبلغوا عنا ويصلوا إلينا، لكن أنتم بشر لابد نجيب لكم بشر، أنتم ملائكة بيجيب لكم ملك، وأنتم بشر جعلنا واسطتكم هذا البشر، بل هو واسطة البشر والملائكة صلى الله عليه وسلم. قال قبلت الخلق من الكلام الحقائق الملكوتية بواسطة ظواهر خلقية الأنبياء الرسالية، لأن الحقائق لو تجردت لعالم الخلق من غير واسطة لم يكن في الخلق أهلية لقبولها، ما يقدرون، فجاء لهم بالواسطة وهيأ لهم فأدتها إليهم، أدتها إليها ما هو ظاهر من جنسها، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وأعطى كل قابلية، ولو أمرت أن أكلم الناس على قدر، أن أمرنا معاشر الأنبياء أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، قال وحازه الأولياء بقدر أنصبتهم من الوراثة، العلماء ورثته الأنبياء، فالوارث من أخذ علمه من خذ أحده مورثه، وهم من أخذ العلوم لا عن تعلم بل يأخذها عن الله، وإن جرت له لسان معلم يكون أخذه عنه كأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، ما أدى إليه إلا ما قد علمه الله وعلمك ما لم تكن تعلم، ثم يؤديه جبريل منجما له، فقال له لا تعجل بالقرآن من قبل يقول ذلك ويحوه، فيقول لا يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وهنا سر دقيق ومشهد رقيق يفهم الدقيق، ولو أخذنا في كشف هذه الأنوار صار ثائر الإنكار من طوائف الأغمار وأرباب الظلمات والأكدار، لما يعرفون إلا الدرهم والدينار، ولا يحبون إلا ظواهر الأمور المنقضية الزائلة والآيلة إلى الانحسار، ولا رسخ في قلوبهم عظمة الكريم الغفار وجلالة ما يوحيه إلى أهل الخصوصية من حقائق الأنوار والأسرار، وما أكثرهم على ظهر الأرض، لكن الله حد لكل قوم كلاما ولكل ناس مقاما، لكن شرائط الصحبة إذا كانت لله تثبت ولا تتعلل بشيء تكون لذات، وكذلك الصحبة لا لعلة ولا بعلة، من شرائط ما أسلفناه في أول الكلام، والله ولي التوفيق، فتصاحبوا من أجل ربكم في أيام دورتكم وفي أيام مجالسكم هذه وفي أيام العشر، تصاحبوا من أجل الله واطلبوا صحبة الحق بصحبة نبيه، واطلبوا صحبة نبيه بصحبة أوليائه وصالحي عباده، واطلبوا صحبة الصالحين بحسن صحبتكم لبعضكم البعض، يسير بنا في دربه ويسقينا من شربه ويجعلنا في حزبه ويثبتنا على طريقه ويلحقنا بفريقه ويسقينا من رحيقه ويحمينا به ويرعانا حيث ما كنا وإن ما كنا، يرفعنا مراتب القرب منه في الحس والمعنى، يختم لنا بأكمل حسنة ويصلح أحوال الأمة أجمعين، عمنا بالفضل ما هو آله في كل شان وحال وحين.